السرطان. السرطان اللي هو برج مائي من الأبراج المزيانة والمحظوظة واللي خذت جزء صغير في 2017، عملوا خطوات مزيانين، أما العام الحافل بالمفاجآت وبالحاجات الغير منتظرة وبالتألق في المادة في الجانب العملي وفي الجانب المادي وفي الجانب العاطفي زادة. بالنسبة لبرج السرطان اللي هو برج مائي كوكب القمر، دونك عنده مساندة يسرى حلوة من الكواكب وكل، تناسق ياسر مزيان بالنسبة للأبراج المائية، وعلى رأس القائمة بالطبيعة اللي هو برج السرطان. عندك زوز مفاجآت باش يغيروا المعطيات كلها يا سرطان، دونك عام حافل في برشا خطوات في الإيجابيات، باش تحس روحك في حالة حركة وباش تحس بالإيجابيات وباش تحس اللي أنت في عام الحصاد بالنسبة للسنين اللي اتعدت.